أنا معتز الدمرداش. تقدروا تسمعوا برنامجي ضيفي مع معتز الدمرداش على الشرق بودكاست. مي فاروق، أنا سعيد إن إحنا مع بعض النهاردة ومتشوق قوي لإني أتعرف عليك. وأنا والله أسعد بكتير إن أنا مع حضرتك النهاردة. شكراً يا مي، شكراً على استضافتك لينا. على راسي، شرفتوني والله بجد، شرفتوني يعني. ربنا يخليك. نبتدي منين الحكاية؟ شوف حضرتك اختار بقى، من الأول منه بس من الآخر. زي ما حضرتك ما عندكيش يعني يعني أفضلية معينة؟ لا، أنا كله بالنسبة لي مفضل. أنتوا كنتوا عايشين في حي فيصل صح؟ أيوة. يعني أنت أنا بنت شارع فيصل. ترعرعتي في حي فيصل، دخلتي المدارس اللي هي العادية، المدارس العادية العربي الحكومية. الحكومية العادية جدا. ومن وانتي عندك 8 سنين الوالد كان حريص على أنه يدخلك في فريق الكرة. اتكلميني شوية عن المرحلة دي. طفلة عادية جدا وشاطرة قوي في مدرستها وبتغني في البيت، ولاحظوا الموهبة لأن أبويا كان عنده الموهبة وكان صوته عظيم جدا، بس ما كانش مطرب. ما كانش مطرب، لكن هو صوته كان يعني كان يمكن زي المطربين وأحلى. الله. ومامتي كانت سميعة جدا برضو بس ملهاش دعوة بالغنى، فهم لاحظوا ان انا بغني مع الأغاني والحاجات اللي بتيجي في التلفزيون والإذاعة وكده، بغني كويس. وابتدوا يعملوا سبوت على الحته دي، فابتديت ابقى في المدارس اللي انا فيها مطربه الكورال في المدرسه. تمام. ده اجباري، ده ما عنديش فيه اختيار. يا خبر. كان زمان الموضوع بالنسبه لي مزعج، طفله وعايزه تلعب وتروح مدرستها عادي وبتاع، وفجاه لا غني. فكان الموضوع بالنسبه لي اللي هو ايه، انا مش عايزه اغني، انا جايه هنا اتعلم، انا جايه هنا اخرج، انا جايه هنا اتبسط، مش لازم اغني. بس كان دايما الطلب ده بيطلب مني. لحد ما نزل الخبر بتاع طلب لو أطفال عندهم موهبة أو حاجة عايزين يقدموا في كورال أطفال الأوبرا، وده كان تقريبا أكبر جيل في الكورال، يعني عدد الأطفال كان كتير جدا. فبابا وماما اتفقوا ويلا احنا هنعمل حاجة حلوة انتي بتحبيها، وهو تبقي بتتبسطي باللي انتي بتعمليه يعني، وبدل ما تزنلنا في البيت وتصدعينا تعالي نوديكي تتمرني بجد. رحت اختبرت في الكورال مع المايسترو سليم سحاب واتقبلت، وهو كان مبسوط بيا جدا ساعتها، وابتديت بقى المشوار معاهم من كورال اطفال في التمارين للصوت واغاني وموشحات وادوار، وابتديت اقف على مسرح دار الاوبرا وانا عندي 8 سنين. 8 سنين وقفتي على المسرح؟ ايوه 8 سنين. وواجهتي الجمهور؟ اه. طب ازاي طفله تقدر تواجه موقف زي ده اذا كان الكبار بيترعبوا منه؟ هو كان مرعب بالمناسبة، لأنه هو أنا كمان ما كنتش بغني سوليست، أنا كنت بغني مع الكورال يعني. احنا كلنا كنا بنغني كورال، اللي بيخشوا مستجدين في الكورال ما بيطلعوش سوليست على طول، بيقفوا شوية يغنوا في الكورال على ما ياخدوا على هيبة المسرح والجمهور وكده، وبعدين يطلعوا سوليست. فأنا واقفة في وسط الأطفال، شكل الناس يخضوا والوقفة تخضوا، لهم رهبة ومش فاهمة أنا بعمل إيه، بس أنا مبسوطة. مبسوطة لما بيسقفوا لنا، مبسوطة لما بيقولوا علينا الله، لحد برضو ما ابتدت المراحل أكبر شوية وقف سوليست بقى. ده كان بالنسبة لي هو الموضوع، قد ما هو مخيف قد ما هو بيبان عليا، يعني أنا مبسوطة بس وشي زعلان، بس أنا مش زعلانة، أنا خايفة، أنا واقفة خايفة لأني قدامي أعداد كبيرة، رهبة، وبغني لوحدي، كل الناس دي بص عليا لوحدي. فده بالنسبة لي مرعب، بس مع الوقت خلاص ابتديت اتعود على الموضوع ده، بس الرهبه ما قلتش، الرهبه زادت طبعا. والرهبه معلش يعني موجوده لغايه النهارده؟ النهارده اكتر فعلا. النهارده اكتر من وانا طفله. مع كل التجربه والخبره دي كلها، يمكن لانه دلوقتي الناس بقت شايفه انه دي واحده احنا بنحبها وبقينا بنثق فيها. زمان انا كنت طفله بتتبسط محدش يعرفني، دلوقتي بقت في ناس عارفاني وبتثق قوي في موهبتي وفيا، وبتيجي من دول مخصوص عشان تحضر لي. فانت لازم تكون قد المسؤوليه وقد الثقه اللي الناس حطها على كتافك. وطبعا مقابله الجمهور لها رهبه، يعني هم بيبقوا اعداد ما شاء الله يعني كتير قوي، فمقابلتهم لها رهبه، وقفه المسرح لها رهبه، ثقتهم اللي هم منتظرين منك احسن حاجه كل مره ليها رهبه. فكل ده بيتجمع مع بعضه، وببقى يعني بيبقى التوتر زايد شويتين. طيب ايه اللي خلاكي تتشهري قوي في الغنى اللي هو بتاع الزمن الجميل زي ما بيقولوه، زي مثلا اغاني ام كلثوم، نجاة، ورده الجزائريه؟ يعني هو مش عارفه، بس هو انا يمكن عشان بحب اللون ده قوي،
يمكن علشان الناس مفتقدة اللون ده قوي وبقت بتسمعه من حد مقبول على ودانهم. يمكن بفكر الناس بحاجة يعني، لأنه أصل مشكلة اللون ده في أنه مش سهل يتحب من حد، فإنك تسمع أم كلثوم من حد تاني وتحبها ده مش سهل، تسمع وردة من حد تاني وتحبها ده مش سهل، لأنه هم يعني أم كلثوم ووردة والناس دي قفلوا كتب الغنى، يعني مفيش حد ينفع يغني أحسن منهم في حاجة ولا زيهم، لأنه كل حد له البصمة بتاعته في الناس دي وما بتتكررش. فيمكن من كتر ما الناس مفتقدة الحاجات دي وحبتني فيها وحسوا أن أنا بغنيها بصدق قوي وبحب قوي، بقيت ناجحة في الحتة دي. يمكن من كتر ما أنا بحبها قوي، من كتر ما أنا متمسكة بأن أنا أفضل أغني اللون ده إلى جانب شغلي اللي جاي الفترة اللي جاية، هفضل طول عمري أغني الغنى ده. مش عارفة إيه السبب، بس هو يعني بيبقى يعني حاجة تجميعة من الحاجات دي. ما فيش شك إن الواحد لما بيحب حاجة هو نفسه من جواه بيتقنها وبيعملها بأداء رائع يعني. وبتطلع من القلب على القلب، يعني بتوصل أسهل وأسرع. مش عارف ليه لما اتكلمنا عن الغنى واتكلمنا عن النجوم العظام دول الواحد ما يقدرش يعني شهادتنا فيهم، يعني الواحد هيقول ايه على ام كلثوم ولا هيقول ولا ايه على حاجة. محدش يقدر يتكلم كده. حسيت كده يا مي ان انا نفسي كده تدندني. والله انا كنت حاسه ان حضرتك هتحس الاحساس ده. ده انا حسيت كده من اول ما جيت. ما انا عارفه بس مش قادر يعني، علشان مش عايز ارهقك. لا والله يعني. تحت امرك. طب عايز تسمع حاجه معينه ولا؟ انا نفسي اسمع يعني حاجه على ذوقك كده تبقى مدخل حلو لينا النهارده في حلقه ضيفي النهارده. أغني لك بقى الأغنية اللي أنا كل الناس بقت خلاص اتكتبت على البطاقة بالنسبة لي، ألف ليلة وليلة. تمام خلاص ماشي. الليل والسماء ونجومه قمره قمره صغره، وانت وأنا يا حبيبي أنا يا حياتي أنا، كلنا كلنا في الحب سوا، والهوى منه الهوى، الهوى منه الهوى، منه الهوى، منه الهوى، سهران الهوى يسقينا الهنا ويقول بالهنا. يا حبيبي يلا نعيش في عيون الليل، يلا نعيش في عيون الليل، ونقول للشمس تعالي تعالي بعد سنة مش قبل سنة، في ليلة حب حلوة بألف ليلة وليلة، ألف ليلة وليلة، ألف ليلة وليلة، بكل الله. لا انا عايز اقول الله وانتوا تسقفوا، انتوا هتسمعوا حاجه زي كده وانتوا قاعدين ساكتين. يا جماعه انا بعد المقطع ده يعني مش عارف اعمل ايه، انا حاسس اني مش عارف اكمل. نقول ايه؟ طب شكرا، نكتفي بهذا القدر من هذا الحوار لانبهاري بصوت مي فاروق. ماي ما شاء الله، ربنا يخليك، واحساسك بيها وانت بتعيشيها قوي صح. الف ليله وليله بالذات بقت يعني مرتبطه بيكي. هي بقت مرتبطه بيها عشان هي الناس بقت بتحبها قوي مني، يعني هم اصلا بيحبوا الف ليله وليله. طبعا.
ولما انا غنيتها الحمد لله استقبلوها مني بحب كبير، فبقت ما ينفعش اطلع حفله في اي مكان، مش بس بقى في السعوديه، في السعوديه، الكويت، عمان، اي دوله، اي دوله، وهنا غير لما لازم الف ليله وليله. الف ليله وليله ما تغنيتش كاني ما غنيتش اي حاجه، يعني اي حاجه تانية اوكي، بس الف ليله وليله دي اساسيه لازم. خلاص. مين جمهورك يعني لما احنا بنتكلم على الاغاني بتاعت ام كلثوم والزمن الجميل ده، معناها ان انت جمهورك كلهم يعني ايه، من كبار السن يعني؟ لا خالص، في شباب دلوقتي وفي اطفال وفي الاجيال الجديده كلها دلوقتي بقى بجد. يعني انا عندي جمهور اطفال صغننين 8 سنين و9 سنين 15 وعشرينات، ولا عندنا شباب. انا كنت متصور ان الجيل الجديد خلاص راح في حته تانية. لا خالص خالص. بالعكس. معظم الحفلات بيكون معظم اللي حاضرينها شباب. زمان كان كبار السن بيحضروا اكتر، دلوقتي الشباب بقوا اكتر، ودي حاجه مفرحاني. هنرجع للجيل الجديد ان شاء الله بعد شويه، لان انا عارف كويس قوي ان انت مجهزه لنا مفاجاه كده النهارده، بس مش هنقولها. هو النهارده في جيل جديد. يعني مين بقى؟ هنشوف ان شاء الله. عايز ارجع لمي لما كانت في المدرسه، ويعني كانوا خايفين قوي ان انت تحترفي الغناء في البيت، وكنت شاطره، كنت شطوره، كنت بتجيبي درجات عاليه، فكانوا عايزينك تدخلي كليه الطب وانتي رفضتي. والله مش رفضت قوي يعني. لا هو انا كنت شاطره جدا في المدرسه. كنت بركز في مذاكرتي قوي، وعلشان كده هم كمان ساعدوني اكتر في فكره اني انمي موهبتي واغني. لو ده هيفرحك فيلا نعمله، علشان تفضلي مركزه في مذاكرتك طول الوقت. كان في نقطه فارقه في مشوارك لما قابلتي الموسيقار الراحل العظيم الاستاذ عمار الشريعي، وهو اداكي فرصة كبيرة قوي. هو حقيقي انا كان من حظي ساعتها انه قابلت الاستاذ عمار. كنت من الناس اللي مقدمين في الاختبارات اللي كانوا طالبين فيها اصوات لمسلسل ام كلثوم. بس انا رحت متأخر بعد ما اختاروا الاصوات، فرحت وبعد ما غنيت هو نفسه وقف قاعد يسقف لي، وانتي ازاي يا بنتي ما جيتيش من بدري، ده احنا ازاي اخترنا وانتي مش معانا وحاجات كده. بس كان تم الاختيار. فقال لي طيب بصي، انا وعد مني انه انت اول حاجه انا هعمل فيها اغاني في مسلسل او يعني هتكوني انت معايا فيها. قعد يقول كلام حلو كتير قوي على موهبتي، وانك لما تكبري هتبقي حاجه عظيمه. طبعا انا ساعتها طفله شايفه انه بيطيب خاطري وبيطبطب عليا ومش هيعمل لي كده يعني. خلصنا وروحنا، احبطت وعيطت وزعلت وخلاص بقى هو مش هيفتكرني ونسيت الموضوع. لحد ما بعدها بفتره فعلا لقيت الاستاذ عمار بنفسه بيكلمني، ويلا يا حبيبتي عشان تعرفي ان انا فاكرك عندي مسلسل بعمله وعايزك تيجي تغني معايا فيه. خلاص كده انا بقى خلاص سعاده الدنيا. طبعا. لا افتكرني طبعا. وهو اكيد حضرتك عارف الاستاذ عمار يعني قيمه كبيره وعلم وفنان فرحت. وكان اول مسلسل كان مسلسل ذنون المصري، استاذ ممدوح عبد العليم الله يرحمه. ذنون المصري. اوكي. رحت وكانت الاغاني بتاعت المسلسل كان عددها كبير، وقال لي بصي بقى انت هتغني لي مش عارفه كام اغنيه، وكان بيقعد معايا ويحفظني وكان بيفرح بيا جدا، وكان دايما يقول لي ان انا صوتي زي الاستاذه الكبيره عزيزه جلال. كان دايما يقولها لي الكلمه دي، ويقول لي بكره تشوفي انت هتبقي فين لما تكبري. فنفذ وعده وعملت المسلسل ده، وبعديها بشويه راح مكلمني تاني على مسلسل قاسم امين، الاستاذه انعام محمد علي، الاستاذ جمال ابو ريا وكل النجوم الكبار اللي كانوا فيه. غنيت برضو الاغاني بتاعته مع الاستاذ عمار. تمام. وخلاص وبقينا بقى كل ما يبقى في حاجه الاستاذ عمار بيطلبني، خلاص بقى يطلبني على طول في حاجات كتير، احتفالات مولد النبي وحاجات كتيره. يعني انت نقدر نقول يا مي انك انت في بداياتك، نقدر نقول يعني ان انت كنت من تلامذة او تلمستي على ايد عمار الشريعي. انا تلمست على ايد الاستاذ عمار، قبله كان المايسترو طبعا الكبير سليم سحاب ده طبعًا. اول حد طبعا. ناس كتيره قوي مش 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 عايزه ابقى بقول وبنسى. الاستاذ عبده داغر خد يعني خدت من عمري كتير في التدريب تحت ايديه الله يرحمه. اللي بيخليني اذكر الاسماء دي مي ان هم يعني دي قامات كبيره جدا في عالم الغناء جدا، وبالتالي بتدينا فكره عن المدرسه اللي انت نشاتي فيها، المدرسه الفنيه يعني او الغنائيه. بناء على طلب الجماهير يا استاذه مي فاروق، ايوه
احنا محتاجين. كنتش فاكر على فكره ان انت شخصيتك كده. ما انا ما بنش كده خالص. ما انا عارفه انت على المسرح عايز اقول ايه ايقونه كده واقفه عامله كده. اه مش عارفه ليه انت بتبقي يعني شاربه حاجه مثلا. لا شاربه جنزبيل قبل ما اطلع. اه يعني بيخليكي في الحاله دي مثلا. لا هي هي الحاله دي على المسرح بس. على المسرح. على المسرح تركيز تركيز على هيبه المسرح على التوتر على الشده فبتطلع للناس ان انا واحده جبروت يعني. بس في الحقيقه احنا متفاجئين شخصيتك ما شاء الله يعني جميله قوي. بقول لك بناء على طلب الجماهير مش على طلبي انا وبس. ايوه. ممكن جملتين ثلاثه كده من اغنيه انت بتحبيها لعزيزه جلال. تصور انا عمري ما غنيت لعزيزه جلال. عمرك ما غنيتي لعزيزه جلال؟ عمري. خلاص ممكن لورده. لا اغني لعزيزه جلال عشان يبقى اول مره غنيت لعزيزه جلال. يا سلام يا جماعه لو سمحتم يا جماعه تسقيف حاج. انتوا قاعدين من غير ما تسقفوا ازاي؟ انا حاسس ان احنا اللي عايز يسقف يسقف هنا. ده مي فاروق هتعمل لنا استثناء كبير. عمرها ما غنت لعزيزه جلال. يلا مش مشكله هنسامحهم. معلش نصيب كل حاجه نصيب. بتخاصمني حد وتصالحني حد. الله. كل شويه تغضب كده من غير مناسبة. بتخاصمني حبة وتصالحني حبة. كل شوية تغضب كده من غير مناسبة. اهدى يا حبيبي اهدى. اهدى يا حبيبي اهدى يا حبيبي اهدى. اهدى يا حبيبي هو الحب لعبة ولا الحب لعبة. بتخاصمني حبة وتصالحني حبة. الله. نفسي يا مي بجد يعني اعرف المرحلة اللي انت دخلتي فيها على الاوبرا والموسيقى العربية وعملت ايه في انها تنقلك نقله تانية مع جمهورك يعني. هي عملت حاجات كتير لانه اولا انا اتعلمت يعني ايه اقف على المسرح هناك. انا ما كنتش اعرف يعني ايه مسرح. اتعلمت اقف قدام مايك. انا كنت بغني في بيتنا كده طفله بتغني في بيتها. ما تعرفش يعني ايه وقفه مايك وقفه مسرح وقفه قدام جمهور في مايسترو في فرقه. ما اعرفش الحاجات دي فتعلمتها هناك. اتعلمت ازاي اطلع صوتي يعني انا بغني بس مش عارفه التكنيك المظبوط بتاع خروج الصوت. اتعلمته بعد شويه وقت من تدريبي في الاوبرا. اتعلمت ازاي مهما كنت انا في حاله معينه ما تطلعش وانا واقفه على المسرح. يعني انت ممكن تكوني عندك ماساه لا قدر الله يعني في حياتك الشخصيه او في حاجه بتوجعك في رجلك مثلا او في اي حاجه ما يبانش. بس بتصدري لجمهورك اللي قاعد منتظرك بشغف. بتصدري له شخصيه تانية خالص. في منتهى الوضوح والامان والسلام والابتسامه. طول الوقت كده. طب والصوت يطلع من حد يكون مثلا حزين ينفع؟ ينفع. ينفع. بينفع. بيساعد حتى عشان لو حاجه. يا سلام لو اغنيه بقى فيها حزين الم ووجع شجن ممكن يعيط على شجن. ايوه شجن. احنا المصريين بنموت في الشجن. شجن. يعني ومش عايز اقول نكد انما هو يعني شجن نفس يعني نكد شجن يا انت. بتحبي اغاني الشجن؟ بحبها. بتحبيها؟ بحبها جدا. فيها طرب. اصل على فكره هي اللي بتلمس القلب اكتر يعني. الحاجات الفريحي واللي بترقص وكده دي كده كده بتفك يعني بتستقبلها. انما الدراما انه يوصل ويخش على القلب على طول ده. فعارف الحاجات اللي فيها احساس دايما بتبقى هي الاقرب طبعًا للبني ادم طبعًا. فهي الدراما اكتر فيها في محطه أحساس. دراميه في حياه مي فاروق. من ضمن المحطات الاساسيه. ما انا خلي بالك ما احنا قعدنا نذاكر عشان نعرف نسال الاستاذه مي. انا اسفه لحضرتك يعني عرفت كل المحطات. انا عرفت المحطات بس الموضوع ماشي زي الفل الحمد لله. اسمها مسلسل الليل واخره.
أغاني بتاعت الليل وآخره دي أعتقد أنها علمت مع المشاهد ومع المجتمع المصري. علمت جدا، وأنا كنت مستغربة أنه إزاي علمت كده، لأنه المسلسل اتعمل في التوقيت اللي كان دايما التتر هو اللي بياخد الودن، التتر هو اللي بينجح. الأغاني اللي أنا عملتها ما كانتش التتر، كانت أغاني اللي داخل المسلسل. وده برضو كان بناء على طلب من المخرجة الكبيرة الأستاذة رباب حسين، لما لقيتها بتكلمني في يوم وبتطلب مني إن هي عايزاني أغني معاها في مسلسل اسمه الليل وآخره، بطولة العظماء بقى اللي يعني مش هننفع نعد مين ونسيب مين، دكتور يحيى الفخراني، العظيمة هدى سلطان، أستاذة سعاد نصر، كل الناس النجوم، الأستاذة نرمين الفقي، كل النجوم الكبار اللي كانوا فيه. فطبعا كنت فرحانة، لأنه كمان الألحان كانت الموسيقار ياسر عبد الرحمن، كلمات الشاعر العظيم الرائع سيد حجاب. ف منظومة كلها كده يعني ما فيهاش حاجة، يعني مفيش غلط. لا يعني هو اسمه الليل وآخره، ودي منظومة من آخر الليل بالظبط كده. فدي كانت فرصة كويسة، كانت فرصة كبيرة كبيرة ومهمة، لأنه هو كان مسلسل قوي قوي، وكمان الألحان الأعمال الغنائية كانت أعظم أسامي يعني. طبعا فكان حظي حلو إن أنا تم اختياري للمسلسل ده وغنيته. بس أنا وأنا بغنيه ما تخيلتش إن الأغنية الأساسية للمسلسل اللي هي شمس يا منورة غيبي دي تنجح وتفضل لحد النهاردة ناجحة. يعني هي طالعة ترند اليومين دول علشان الحر، مش معقول. كل الناس كاتبة يا شمس يا منورة غيبي، يا شمس يا منورة غيبي. ففرحانة، لأنه سبحان الله الواحد هو بيعمل الحاجة ما بيتخيلش مدى نجاحها. فدي أغنية نجحت وعلى مدار سنين ترند، وهي كانت داخل مسلسل ما كانتش تتر. يا شمس يا منورة غيبي، وكفاية ضيك يا حبيبي. يا شمس يا منورة غيبي، وكفاية ضيك يا حبيبي. وودي يا ليالي وجيبي، وانا لاقي زيك يا حبيبي. احساسك ايه كان بأول اغنية تغنت باسم مايا فاروق، مش بقى للمطربين العظام يعني؟ كانت لا هو بيبقى إحساس مختلف بقى، موتر وقلق، ويعني قد ما فرحانة قد ما خايفة، قد ما مستنية أي حد يقول لي كلمة، مستنية رد الفعل، مستنية أشوف مين هيكتب عن الأغنية إيه. بتاعتي، أغنيتي يعني. أنا لما الناس بتطلب مني الأغاني بتاعت أنا ببقى فرحانة أكتر بكتير طبعا، لأنها نجحت ووصلت لهم وخلاص. يعني انت تعبت في حاجه فطلعت للناس ونجحت عندهم، فانت بتقولها لهم، مش حاجه هم حابينها اوريدي بس بيسمعوها منك بيتبسطوا. لانه انا مع فكره انه مهما كنت ومهما ربنا كان كرمني بموهبه كبيره، انا بغني لناس تانية. يعني انا بغني لام كلثوم، بغني لورده، بغني لناس نجحت والناس حبتهم واغانيهم ناجحه اصلا من غيري. فانت بتقول للناس اغاني هم بيحبوها، حبوها منك كمان، دي حاجة كويسة الحمد لله جدا، نعمة كبيرة. بس فكرة ان هم يحبوا عمل خاص بتاعك انت هم ما سمعوهوش غير منك بس، دي بيبقى أثرها عليا اكبر بكتير، لانها طبعاً حاجتي طبعا طبعا فيها شيء من التحقق. انما سؤالي بقى ليك يا مي، انت ممكن يجي اليوم اللي تبطلي تماما تغني لأم كلثوم والوردة والنجاة؟ لا ما تخيلش. بس بتغني اغاني مي فاروق؟ لا لا لا، ما اقدرش اتخيل، انا ما اقدرش اتخيل اليوم ده، لان انا بحب اللون ده، بحب الناس دي قوي. بحس ان انا كان المفروض انا جايه من زمان بس جيت غلط هنا يعني، فبحبهم. كنت تحبي تكوني موجوده في الزمن ده؟ جدا جدا. انما مساله انك انت تبقي يعني كفايه علشان ما بقاش مرتبطه دايما بالغنى القديم، ده مش في ذهنك انت يعني؟ لا، مش من ضمن طموحاتك. لانه مهما عملت، وان شاء الله ربنا يقدرني الفتره اللي جايه في حاجات كتير، هتفضل الناس مستنيه منك مثلا الف ليله وليله، هتفضل مستنيه منك في يوم وليله. ده حب، ده ثقه، ده الناس جايين لك ونفسهم يسمعوا منك حاجه هم حبوها، فما اقولهاش ليه وانا بحبها. فلا، ما اظنش ان انا هبطل اغني. رد فعل الناس على اغانيكي اللي هي باسمك مبسوطه بيه؟ الحمد لله. ولسه من قريب كانت في أغنية نازلة اللي هي أفتكر لك إيه، أنا كنت حقيقي فرحانة جدا بكمية ردود الأفعال، كمية التفاعل بتاع الناس، وطلعت ترند، ويعني كنت فرحانة بيها جدا. أفتكر آخر وداع. مش عارف، عارفة اللي هو يقولك إيه،
عدوك عدو كارك، في شوية أمثلة شعبية كده. أنت في المجال الغناء تسمعي مين؟ تحبي مين؟ أنا بسمع والله ناس كتير وبحب ناس كتير قوي بجد؟ قوي قوي. بتفرحي لنجاح الآخرين؟ تمام. والله الحمد لله. بس أنا نفسي أعرف ذوقك، يعني أنت بتحبي تسمعي لمين؟ تدندني، ممكن تدندني أغنية لمطربة تانية؟ وإحنا قاعدين في البيت. ما انا بغني لأم كلثوم والوردة يعني. لا انا بتكلم على أم كلثوم والوردة بقى، انا بتكلم على الناس اللي هم في جيلك وفي سنك. بعمل كده والله بجد. بعمل كده. بعمل كده جدا. وبدندن لكل الناس. طب انا مش عارف يعني، لو طلبت منك مثلا بس انا مش عارف هقعد معاكي تاني امتى. ان شاء الله نقعد ان شاء الله، بس دي فرصه لان انا بستمتع بصراحه. ربنا يخليك. فيعني لو طلبت منك معلش يعني تغني لي كوبليه صغير قد كده لبهاء سلطان. اوكي. ايه هتتكسفي؟ لا لا لا، ده بهاء ده جميل. تخافي لحسن يزعل؟ مين ده؟ لا ده اطيب من كده بكتير. بهاء جميل مش كده؟ لا جميل. تحس ان هو شخصيه طيوب، عارفه كلمه طيوب؟ جدا جدا جدا. واخلاق وصوت طبعا يعني صوت جميل عظيم، صوت مصري اصيل. غني لك ايه لبهاء سلطان؟ وانا غلطان عشان حبيت وبينت اهتمامي بيك، عشان كده يعني بقت منفعش ومن نظرك نزلت ما بقتش لايق ليك، وكان مفروض ما حبكش، ولو حبيت ما بينش، ودلوقتي خلاص همشي أنا وقلبي اللي دايب فيك. وليه طيب؟ عشان طيب. عشان يعني اللي في قلبي على لساني بتكسرني وتخسرني، بتخسر حب مش سهل تلاقيه تاني، بتخسر حب مش سهل تلاقيه تاني. الله، شجن وأغنية حزينة جدا. أنا شايف الناس اللي حوالينا الكرو كله شجن عليك. قاعد عمال بيعيط. إنما بصراحة يعني معاني عظيمة مش كده؟ معاني حلوة. وأنت إحساسك بيها حلو يعني، كلامها حلو قوي. كلامها حلو قوي يعني. بصراحة يعني الواحد يقول إيه يعني، مصر ولادة بالفنانين طول الوقت يا مي مش كده؟ طول الوقت مصر ولادة ده حقيقي طول الوقت. كلميني لو سمحت يا مي عن ذكرياتك في حفلات الرياض، لأن أنا يعني عايز أبارك لك على أنك أنت كنت ما شاء الله متألقة فيها قوي، عملتي ترند في وجود مطربين كبار. الحمد لله. كان عندك كده زي ما تقولي مواقف معينة بالذات مع الجمهور السعودي، ولا الجمهور كان مصري وسعودي ومن جنسيات مختلفة؟ الجمهور معظمه بيكون سعودي، بيبقى فيه طبعا مصريين بس بيبقى عددهم مش كبير. لجنب يعني جنب عدد الجمهور السعودي. هم هناك الناس لطاف قوي وسميعة، مستقبلين جيدين جدا كمان. ولما بيحبوا حد بيحبوه بجد، يعني اللي هو بيحبوه بقى، بيحبوه كشخص كمان مش بس كمطرب. فانا كان حظي حلو ان هو انا بقيت عندهم في المكان ده، يعني ان هم حبوني وبيبقوا منتظريني ومنتظرين طلوعي على المسرح وحفلاتي، يعني ببقى حاسه بود كبير جدا بينا واحنا طول الوقت وانا على المسرح يعني. كمان هم بيحبوا يغنوا. بيتبسطوا قوي لما الفنان يخليهم يغنوا، فانا لقطت النقطه دي، فبقيت بغني انا وهم ساعات بقى اغنيه دويتو زي الف ليله وليله مع بعض، او اغنيه تانية بيحبوها هم يغنوا وانا اغني معاهم بيفرحوا. يعني يردوا عليكي؟ سميعه وصوتهم حلو. لاحظ
لاحظنا لما اشتركتي في موسم الرياض انك كلتي الجو رغم انك كان معاكي مطربين عظماء كبار. اه طبعا كلهم اساتذه كبار. حفل روائع الموجي والله هو الحفل ده كان يعني كل اللي حصل فيه بالنسبه لي كان غير متوقع، لانه فكره انه ترند وبغنوه قديمه، هي مش حاجه جديده بتتعمل. اسال روحك، اسال روحك بالظبط. وانا ما طولتش على المسرح، يعني انا غنيت اغنيه واحده بس ونزلت لقيت الدنيا مقلوبه، بس انا ما اعرفش يعني انا ما عملتش حاجه اكتر من اللي بعملها كل مره، ودي مش اول مره كمان بالمناسبه غني اسال روحك، يعني انا بغنيها كتير. فيمكن علشان انا متعوده على الشكل ده من الغنى وطريقه الاداء بتاعته طول الوقت، يمكن لاني متربيه على اللون ده طول عمري وبغنيه، يمكن كمان علشان خليني اقول الحفله كان عليها سبوت مهم لانه تكريم عبقري زي الموسيقار الكبير محمد الموجي طبعا، مذاع على كل القنوات كل الاذاعات كل السوشيال ميديا بتنقل الحاجات المقاطع بتاعتها. وطبعا الحفله تقيله لانه الاسامي اللي فيه تقيله، يعني حضرتك بتتكلم في مش بالترتيب طبعا ال- 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 القمر الجميله انغام و القمر برضو الجميلة شيرين، الأستاذ الكبير صابر الربيعي، الأستاذ الكبير وائل جسار، بس هو يوم الحفلة تعب للأسف وما قدرش يشارك فيها بس هو كان من المشاركين في الحفل. دكتور عبادي الجوهر العظيم، الفنان الكبير جدا ماجد المهندس، احنا بنتكلم في أسامي يعني صحيح. كل واحد فيهم له تقل لوحده، كل دول متجمعين مع بعض، وكنت في الحفل معاهم طبعا، كنت سعيده ان انا مشاركه جدا في الحفل ده معاهم. ده كمان ادى فاليو كبير لانه كم الاسامي ده موجود في حفله واحده، فكون بقى ان انا اللي طلعت ترند في الحفله دي ده بتاع ربنا، يعني انا ما عملتش حاجه ازيد من اللي بعملها، فسبحان الله انه في اليوم ده يحصل كل رد الفعل الغريب الواسع الكبير ده، كان بالنسبه لي يعني مش فاهمه بس فرحت الحمد لله قوي قوي. وتفتكري هتغنيها لنا دلوقتي؟ تفتكر حضرتك شايف ايه؟ حضرتك شايف ايه؟ حتى كده نفكر الناس باليوم الجميل ده. حاضر انا يا الاثنين. اسال روحك، اسال قلبك قبل ما تسأل إيه غيرني، أنا غيرني عذابي في حبك بعد ما كان أملي مصبرني، غدرك بيا أثر فيا وتغيرت شوية شوية، اتغيرت ومش بإيديا، اتغيرت شوية شوية، اتغيرت ومش بإيديا، وبديت أطوي حنيني إليك وأكره ضعفي وصبر عليك، واخترت أبعد وعرفت أعند، اخترت بعد وعرفت عنك، حتى الغدر قدرت عليه، شوف شوف الأسوأ بتعمل ايه. شوف مي بتعمل فينا ايه يعني، ايش معقول يعني لو خدتك بقى من رائعة أم كلثوم الحن الموجي الموسيقار العظيم، أنت متابعة للأجيال الجديدة من المطربين يا مي؟ آه طبعا.
وليكي رأي معين فيهم؟ يعني متابعهم بأني مش متابعة بس نظر. بسمع يعني بتسمعي. مش متابعة بس بسمع كل حاجة. ويجز مثلا؟ اه طبعا والله. طب ولادك اللي هم زينة ومالك ربنا يخليهم لك يا رب ربنا يخليك، هم لسه صغيرين يعني، مالك 9 سنين زينة ايه 15 سنة او حاجة يعني 15 ونص. 15 ونص يعني بيسمعوا الحاجات دي؟ بيسمعوا فعلا؟ مش بتمنعيهم ايه ده اسمعوا ايه؟ ما ينفعش يعني احيانا كده بقعد اوجه شويه وبعد كده خلاص طب خلاص شويه وهيرجعوا لوحدهم يعني. بتهيألي يعني ان احنا محتاجين ان احنا نتعرف على الجيل الجديد، وخصوصا أيوة. ان انا عرفت ان هم موهوبين زي مامتهم. اه الحمد لله بجد. الحمد لله. اكتشفتي ازاي الموهبه دي؟ بحكم الفطره، لانه انا عشان بغني فعندي ودن بتستقبل بتقول ده بيغني ولا ما بيغنيش. طبعا. ففهمت من وهم صغيرين كده ان هم لا بيغنوا حلو، بيغنوا ورثوها الحمد لله الاثنين يعني. عندك مانع ان احنا نقابل زينة ومالك؟ لا يعني انا اتشرف، دول يعني بحظهم حلو ان هم يقابلوا حد. يا سلام والله. طيب دلوقتي انا برحب ب مالك وزينة ولاد مي، وبشكرك ان انت اتحت لنا الفرصة ان احنا نقابلهم. مساء الخير يا زينة. مساء النور. ازيك يا زينة؟ الحمد لله كويس. مساء الخير يا مالك. مساء النور. اخبارك كويس. ايه؟ كويس. عجبني لبسك قوي. شكرا. ستايلش قوي. شكرا. العفو. ممكن يعني ياريت لو الاول قبل اي حاجة ماما تقدمكم كده، قدميني الولاد كده يا مي، قولي لي ايه؟ دي الأستاذة زينة أشرف سيد رجب. احنا دلوقتي خلاص داخلين جريد 11 ما شاء الله، يعني تانية ثانوي تقريبا ما شاء الله. اول فرحتي وصاحبتي واختي زغننة الله، ومطربتي المفضلة الله، دي اكتر واحدة انا بحب صوتها في الدنيا البنت دي. ده بجد ده؟ والله الله عليك. والبنوتة الوحيدة في عيلتي كعيلة مامي. لانه اخويا الاكبر مني عنده ولدين، فدي البنوته الوحيده. تمام. ده الاستاذ مالك اشرف. أيوه. سيد رجب. اهلا وسهلا. 9 سنين داخلين جريد 4 رابعه ابتدائي. الليمد اللي في البيت. وصوته حلو برضو. ربنا يا رب يخلي لكم ماما ويخليكم ليها. يا رب. وانا عرفت ان انتوا بتغنوا وموهوبين. مثلا ايه، هبدا معاكي يا زين، اكتشفتي امتى انك انت موهوبه؟ وانا صغيره قوي بجد والله. يعني 5 سنين مثلا. وطبعا ماما يعني ايه لاحظت فيكي الموهبه دي، وبعدين عملتي ايه بقى؟ ما عملتش حاجه قوي يعني، كنت بس بقعد اغني في البيت مع مامي يعني. يعني بتغني في البيت. ولغايه دلوقتي انت مش محترفه، انت لسه بتدرسي يعني، فانت لسه مشاركة معاكي على مستوى الأسرة بس صح؟ ولا بتعملي حفلات أو حاجة كده؟ لا، طلعت مرتين مع مامي على المسرح، غنيت أغنية وخلاص. في مرة يا سمراني اللون؟ أيوة. حبيبي يا سمراني؟ أيوة. طيب الأستاذ مالك، اكتشفت إزاي إن أنت بتحب الغنى؟ عشان كده وانا عندي 4 سنين 5 كده كنت بقى يعني زهقان، فقلت اغني. غنيت مره انا. قلت لنفسي ان انا صوتي حلو. انت قلت لنفسك؟ شوف. واعوذ بالله من اقول ده، اتكلم مع نفسي. تمام. صوته حلو بس احنا لسه في المرحله بتاعت ايه، صوته ما بانش قوي. طبعا طبعا. ما يكبر هيبان اكتر، بس لا بيغني. ايه اكتر حاجه بتحبيها لماما يا زينه؟ انا بحب قوي اغنيه الشتاء بحبها قوي. طب هل في اي فرصه تفتكري يعني ان احنا نعرف جمهورنا بالجيل الجديد اللي طالع ده؟ يعني مي فاروق ما شاء الله ملء السمع والبصر. الحمد لله. بس مي بقى جايبه لنا برضو اجيال جديده بتغني برضو، ايه رايك لو نسمع حاجه؟ يلا لو هم مستعدين انا تمام. طب ايه ما انت دلوقتي انت البوس، هنمشيها ازاي؟ خلي زينة تقول حته كده
ومالك انا وهو نقول حاجه زورنا انا مع بعض. طب خلاص، او هو برضو هو يختار. يلا هو يختار. بالمناسبه انا عايزه برضو اقول كمان ان هم ما ورثوش الموهبه مني بس. زي ما قلت لحضرتك ابويا كان صوت مهم قوي. ف منه برضو فأبا يعني عن جد يعني. أبا عن جد. ومن طرف الأب عندهم أبوهم أشرف سيد رجب، ده من أهم مؤلفين الوتريات والموزعين، من أشطر عازفين كمان في مصر ما شاء الله. وابن الأستاذ سيد رجب عازف القانون الأشهر المعروف الله يرحمه. عمتهم مدرسات في الكونسرفاتوار، وعمهم عازف كمان. يعني هم من الطرفين في فن من هنا وفن من هنا ما شاء الله. يعني واخدين يجمعوا بين الحسنيين. الحمد لله ما شاء الله. ربنا يوفقهم يا رب يا رب يا رب. زينة تسمعنا ايه بقى؟ ممكن اغني حته صغيره من اغنيه على حسب وداد بتاعت عبد الحليم. تمام. على حسب وداد قلبي يا ابويا راح اقول للزين سلامات 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 سلامات. على حسب وداد قلبي يا ابويا ضيعت عليه العمر يا ابويا، ده انا ليا معاه حكايات 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 حكايات. على حسب وداد قلبي يا ابويا، على حسب وداد قلبي يا ابويا. الله الله، ايه الحلاوه دي يا زينه؟ دي متوتره على فكره. بتعمل كده وهي بتغني. لا انت على فكره انا مش عايزك تكوني متوتره خالص، يعني مكسوفه شويه مش كده؟ معلش يعني شويه بس. يعني بجد والله صوتك عجبني والاداء حلو قوي. شكرا. ربنا يوفقك يعني كده. طب انا سمعت صوت زينه ما سمعتش صوت مالك. يلا بقى هنغني ايه؟ المود بتاعك ايه كده؟ بقول اهواك؟ اوكي. ولا عايز تغني حاجة تانية؟ هي اهواك لذيذة. اوكي. اهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك ونضاي يبقى فدناك لو تنساك وانساك واشتريني تنساك كفاك واشتاق لعزالي معاك الأدمعي فكراك أرجع تاني بلقاك الدنيا تجيني معاك ورضاي يبقى رضاك وساعتها يكون في هواك في هواك طول برافو يا مالك، برافو. انت بتتابع ايه؟ بتحب تسمع ايه بشكل عام غير ماما طبعا؟ يعني بسمع بقى الاجيال دي. الاجيال دي؟ الجديد بقى. يعني 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 مثلا انا مبسوط انك صريح طبعا، لان هو الواحد ما ينفعش هيقول حاجه ما بيعملهاش، يعني مش معقول. يعني زي ايه يعني؟ بتسمعوا ايه؟ ولا انت بتسمعي حاجات غير المالك؟ هما غالبا بيسمعوا مع بعض معظم الحاجات مع بعض. ايه بقى الوقت الجديد بقى؟ مش كله جديد يعني، احنا بنسمع عادي محمد حماقي وعمرو دياب وتامر حسني وكده. بس في بقى الجانب التاني، بنسمع مروان موسى، بنسمع ويجز، بنسمع مروان بابلو كده يعني. وكايروكي. وكايروكي طبعا طبعا، امير عيد وكده. بحبهم جدا. يعني انتوا مش منغلقين على حاجه معينه، بتسمعوا كل حاجه. طب انت باين نفسك يعني بنظره للمستقبل، نفسك تشوفيهم فين في ايه؟ والله انا في العموم نفسي اشوفهم ناجحين في اللي هم هيحبوا يختاروه. يعني انا زينة مثلا رايحه اتجاه الفنون والرسم والحاجات دي، وهي رسامه شاطره قوي كمان. يعني الصوره بتاعت بابايا اللي محطوطه هناك دي هي اللي رسمها بورتري. ما شاء الله. فهي حابه تدرس المجال ده. وانا نفسي هي تبقى اللي هي حباه تبقى ناجحه ومتميزه فيه ومفيش حد شبهها. يعني انا بحب قوي انه الواحد يبقى ناجح مفيش حد شبهه في الحته بتاعته. مالك كمان نفسي لما يكبر يكون فكر شويه كده هو نفسه يبقى ايه، ويكون مميز في المجال بتاعه. يعني هو نفسه يلعب كوره، فانا
داخلة في موال ان انا هبتدي اوديه يشوف الحاجة اللي بيحبها ايه ويعملها ويا رب يكون مميز فيها يعني. تمام. لو طلبت من زينة سمعنا صوتها في الاجنبي بتحبي كده ولا ممكن؟ عادي. طب تمام. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, looking like someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My darling behind me, I try to keep up. Let me photograph you in this night, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were first getting old and made us restless. It was just like a movie, it was just like a song. الله. ماما مبسوطة آخر انبساط. ها هيبقى في ايه بقى كده؟ خروجة، عزومة، حاجة حلوة عشان الصوت الحلو ده؟ لا ما انا على طول بعمل حاجات والله. مش محتاجة تغني عشان على فكرة. هما زينة ومالك بيجوا معاكي في السفر ولا انتي؟ لا. طبعا في السفر بتبقي مشغولة قوي. وانا بروح على قد بس مواعيد الشغل وبرجع، فما بيبقاش عندي مساحة اخدهم مش عارف اخرجهم وافسحهم وكده، فبسيبهم. ماي في ايه في المستقبل؟ المستقبل ده بايد ربنا انا عارف، بس انتي طموحك ايه لبكرة؟ والله انا طموحي لبكرة اني اول حاجة اشوف دول اسعد اتنين في الدنيا وانجح طبعًا. اتنين في الدنيا طبعا، واني اقدر احقق باقي اللي انا عايز احققه في المشوار الطويل اللي انا ببتديه من زمان، واوصل للحلم اللي انا عايز اوصل له من زمان، لان انا لسه ما وصلتش ليه يعني، ده جزء منه. وانه دايما دايما اكون سايبه عند الناس الاثر الطيب والثقه اللي هم بيدوها لي دايما تكون موجودة، وحبهم واحترامهم دايما يكون موجود. كلها متطلبات معنوية أكتر، بس إن شاء الله أقدر أوصل لكل اللي أنا بتمناه يعني إن شاء الله. أنا يا مي بتمنى لك من كل قلبي كل التوفيق وكل النجاح. شكرا. وإن ربنا يبارك لك في أسرتك وفي ولادك الجمال دول، ربنا يا رب يحرسهم كده ويفرحك بيهم يا رب إن شاء الله. ويعني إن شاء الله يبقى في ما بيننا كده دايما تواصل ونطمن عليكي إن شاء الله. ومن نجاح لنجاح إن شاء الله. وألف ألف شكر يا مي. أنا اللي بشكر حضرتك جدا والله، وشرفتوني ونورتوني. ميرسي يا أستاذ. شكرا شكرا.